احتفلت رعية قلب يسوع الأقدس للاتين في عمان بقداس إلهي مهيب، ترأسه سيادة المطران مارون اللحام النائب البطريركي للاتين في الأردن، وكان هذا قداس شكر لرب المجد. ورحب راعي الكنيسة الأب علاء مشربش بالحضور الكريم وبراهبات المحبة على خدمتهن ولا سيما في الأردن. ابتهجت الكنيسة الجامعة مع راهبات مرسلات المحبة بإعلان قداسة الأم تريزا دي كالكوتا أم الفقراء قديسة الرحمة. واليوم يأتي دور كنيستنا في الأردن مع مرسلات المحبة لنبتهج بهذا الحدث العظيم. عرفت الأم تريزا بمحبتها العظيمة ليست فقط للفقراء بل لأفقر الفقراء، وهذا ما يميز حياتها. وكما كانت تقول: أنا قلم رصاص في يد الرب الذي يكتب رسالة محبة للعالم. وهكذا كانت حياتها مطابقة لمحبتها الكبيرة لله وانعكست على أفقر الفقراء. واليوم أتوجه إلى راهبات مرسلات المحبة وأشكركم على وجودكم بيننا في رعيتنا ورصيفة ورممين. من اليوم فصاعدا ستبقى ذخيرة الأم تريزا في كنيستنا لنتبارك بها، ومن خلال حياتكم نرى كل يوم الأم تريزا، وفي شهادة حياتكم أيضا ما زالت الأم تريزا تسير بيننا. سيادة المطران اللحام في عظته قال: من عادة الكنيسة أن لا تعلن أمرا ما بشكل رسمي إلا بعد أن يكون الشعب المسيحي عاش هذا الأمر قبل أن تعلنه الكنيسة. من عادة الكنيسة أن لا تعلن أمرا ما بشكل رسمي إلا بعد أن يكون الشعب المسيحي عاش هذا الأمر قبل أن تعلنه الكنيسة، وهذا ما حدث مع القديسة الأم تريزا. فقد قدسها الشعب المسيحي منذ لحظة وفاتها، لا بل قدسها العالم كله حتى قبل وفاتها، وأن الكنيسة تعلن ذلك رسميا وترفعها على الهياكل. هذا ما حدث مع القديسة الأم تريزا، فقد قدسها الشعب المسيحي منذ بداية خدمتها، وها هي الكنيسة تعلن ذلك رسميا وترفعها على الهياكل. ونحن اليوم نجتمع ونرفع إلى الله صلاة شكر على هذه النعمة لجمعية مرسلات المحبة. وختم صاحب السيادة المطران اللحام مهنئا راهبات المحبة والكنيسة والعالم بهذه القديسة التي أغنت العالم أجمعين. السماء